تحية لحضراتكم من قناة مصر للتعليم الفني، وجه ميعاد لقائنا مع مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتخصصة في مجالات التعليم الفني. والنهاردة إن شاء الله هتكون مادتنا عن مادة المحاسبة الحكومية. يعني الحقيقة المادة دي من جمالها بيتم تدريسها لصفين، الصف الثالث الثانوي التجاري شعبة الشؤون القانونية، وأيضا بيتم تدريسها للصف الخامس شعبة إدارة التسويق وسوق المال. النهاردة هنستعرض فيها مجموعة من المحاور والعناصر المختلفة مختلفة هنتكلم فيها ان شاء الله. موضوع حلقتنا هيكون عن سجل حصر الطلبات الصرف الواردة 55، هنتكلم فيها ده التعريف بتاعها، وهنتكلم كمان عن شكل صفحة من صفحات السجل. وفي اخر اللقاء ان شاء الله هيكون كلامنا عن مجموعة من التدريبات المختلفة لشكل الامتحان، شكل الاسئلة المتوقع انها تيجي ان شاء الله. دي هتفيد كتير باذن الله طلابنا الاعزاء اللي بيشوفونا. طبعا هنكون في صحبة ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة الدكتور صلاح الدين مصدق، خبير تدريس مادة المحاسبة بوزارة التربية والتعليم. صباح النور عليك. صباح الفل على حضرتك دكتورة باب، سعيد بوجودي مع حضرتك، وان شاء الله باذن الله تكون حلقه متميزه وطلابنا في التعليم الفني يستفيدوا منها ان شاء الله باذن الله، خاصه ان ماده المحاسبه الحكوميه ماده من المواد المرتبطه بسوق العمل ومهاراتها مطلوبه جدا في خريج التعليم الفني ان شاء الله. ان شاء الله كعاده طبعا لقائنا لازم دكتور صلاح بيفكرنا كده سريعا المره اللي فاتت انتهينا عند ايه، وعلى اساسه هنبدا بقى كده بسرد بعض العناصر الجديده او التعريفات الجديده اللي حضرتك ان شاء الله هتشرحها لينا النهارده وهتناقشها معانا. طبعا السجل حصر طلبات الصرف الوارده هو احد الدفاتر والسجلات الرقابية، طبعا هو من السجلات البيانية والإحصائية اللي بيتم استخدامه داخل النظام المحاسبي الحكومي، هو سجل من ضمن طبعا المجموعة الدفترية. وطبعا احنا أوضحنا في الحلقات السابقة تعرفنا طبعا هنتكلم في الباب الثاني من المنهج، وعرفنا في الباب الثاني من المنهج تعريف النظام المحاسبي الحكومي، واتكلمنا عن المقومات الأساسية لنظام المحاسبة الحكومي، وقلنا عندنا مقومين أساسيين لنظام المحاسبة الحكومي. طبعا عندنا المجموعة المستندية، ودي بتضم ثلاث أنواع من المستندات: مستندات الصرف، ومستندات التحصيل، ومستندات الشراء والتخزين. أما المجموعة الدفترية فبتضم ثلاث أنواع من الدفاتر، عندنا طبعا دفاتر اليومية، ودفاتر مجموعة دفاتر يومية، ومجموعة دفاتر أستاذ، ومجموعة الدفاتر والسجلات البيانية والإحصائية. طبعا سجل حصر طلبات الصرف الواردة من ضمن دفاتر السجلات البيانية والإحصائية. احنا أوضحنا أعزائي الطلاب في الحلقات السابقة إن عندنا أربع دفاتر مهمين هيتم التركيز عليهم، هم دول بيمثلوا الجانب العملي داخل الباب الثاني الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي. أوضحنا عندنا طبعا سجل حصر طلبات الصرف الواردة، ده من السجلات البيانية والإحصائية، يكون محور اهتمامنا في الحلقة الحالية. إنما احنا خدنا طبعا من دفاتر الأستاذ، قلنا عندنا دفتر حساب الشيكات 56 إنحاء، ومن الدفاتر السجلات البيانية والإحصائية قلنا عندنا ثلاث سجلات، عندنا سجل الارتباطات 291 و292، وعندنا ميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحسبة اليومية 69 إنحاء، وعندنا طبعا السجل الثالث اللي هنتناوله بالتفصيل النهاردة إن شاء الله، هنعرف ماهية سجل حصر طلبات الصرف الواردة 55 إنحاء، وهنتعرف على شكل نموذج أو صفحة من صفحاته أو شكل الاستمارة 55 إنحاء، لأن أحيانا بتسمى بدل سجل حصر طلبات الصرف الواردة بنطلق عليه الاستمارة 55 إنحاء، وهنتعرف على الكلفية اللي بنسجل بها استمارات اعتمادات الصرف 50 إنحاء داخل سجل حصر طلبات الصرف الواردة 55 إنحاء. لكن خلونا في البداية نتعرف على ايه هو المقصود بسجل حصر طلبات الصرف الواردة. هو طبعا احد السجلات الرقابية المخصصة لحصر جميع طلبات الصرف الواردة للوحدة الإدارية الحكومية، وطبعا بيسجل فيه كل المطالبات، منها طبعا عندنا مطالبات فواتير، وبيقيد بهذا الدفتر استمارات اعتمادات الصرف 50 إنحاء ومرفقاته. طبعا بيتم الصرف في الحكومة طبعا بثلاث طرق هنتناولهم أيضا في باب لاحق بإذن الله، والباب الخاص بالتوجيه المحاسبي الحكومي. لكن خلينا نركز على نوعين من أنواع الصرف، بيتم الصرف إما بإذن صرف نقدا، إما بإذن صرف، أو بيتم بشيكات عن طريق الشيكات المسحوبة على البنك المركزي. عشان كده إحنا لما بنيجي نسجل داخل سجل حصر طلبات الصرف الواردة طبعا 55 إنحاء، بنقوم بتسجيل إما بيانات الشيك أو بيانات إذن الصرف. تعالوا نشوف مع بعض شكل صفحة من صفحات سجل حصر طلبات الصرف الواردة، وعندنا الصفحة طبعا زي ما احنا شايفين عندنا مسلسل، وعندنا تاريخ، وعندها الجهة الوارد منها طبعا الاستمارة،
او طلب الصرف، وعندنا المبلغ طبعا بيتقسم لجنيه وقرش، يعني بكتب المبلغ بالجنيه هنا والمبلغ بالقرش هنا، وعندنا صاحب الحق بكتب اسم صاحب الحق وبيوقع. طبعا لما بنيجي بعد كده بتمر بقى بمراحل سجل عمليه التسجيل، بتمر بعده مراحل. اول حاجه طبعا استمارات اعتمادات الصرف 50 انحاء بيتم مراجعتها طبعا في قسم المراجعه، وبعد ما بتراجع بيتم تسليمها مره اخرى للمحاسب، ثم بعد كده بيتم اعادتها او بعد اعادتها من المراجعه بيتم تسليمها لقسم اسمه قسم الشطب، وبيوقع طبعا الموظف بالاستلام. ثم بعد كده بيتم بقى طبعا الموظف في قسم الشطب بعد المراجعه ويتاكد ان الاستماره سليمه وان الموظف يستحق صرف هذا المبلغ، بيقوم بقى باصدار اما اذن صرف او شيك. وطبعا كل استمارات اعتمادات الصرف 50 انحاء هيصدر لها شيكات وليس عزوم صرف، وبالتالي هيكون عندي هنا رقم الشيك في الغالب، والجهه طبعا المحول عليها يكون البنك المركزي. اما تاريخ اصدار اذن الصرف او الشيك ده بيبقى وارد طبعا في المعلومات. احنا طبعا هناخد تدريب، احنا خدنا تدريب كده بشكل سريع في الحلقه السابقه، لكن ان شاء الله في الحلقه الحاليه مجهز لكم مجموعه من او التدريبات اللي هتفيدنا، وناخد بالنا اعزائي الطلاب ان دايما سجل لحظه رابط الصرف الوارده او دفتر حساب الشيكات 56 انحاء او سجل الارتباطات 291 او 292 او زي ما اوضحنا دفتر الحسبه اليوميه 69 انحاء او ميزان او بيطلق عليه ميزان المراجعه اليومي، اربع دفاتر مهمين لازم يجي لي واحد منهم في الاختبار عليه سؤال عملي ويسالني في بعض الايه في البعض الاخر بشكل نظري. احنا ان شاء الله خلال حلقتنا هنتعرف او هناخد مجموعه من الاسئله النظريه اللي هتكون شبيهه بالاسئله اللي ممكن تجي لي في اختبار نهايه العام ان شاء الله. تعالوا نشوف مع بعض تدريب ونشوف ازاي هنقدر نسجل هذه الاحداث اللي تمت في سجل حصر طلبات الصرف الوارده 55 انحاء. عندنا تدريب بيقول لي ورد الى الاداره التعليميه ببنيه القمح استمارات الصرف 50 انحاء والتي تخص مستحقات بعض العاملين بها بيانها كالتالي، وجايب لي طبعا بيان الاستماره الاولى وطبعا جايب لي كمان استماره ثانيه. شوف زي ما احنا متعودين بيقول لي في 1/9 استماره ثانيه، وبيقول لي المطلوب اعداد الاستماره 55 انحاء او دفتر حصر طلبات الصرف الوارده. انا على طول بسطر او بصمم صفحة من صفحات سجل حصر طلبات الصرف 55 انحاء وبشكل افقي في الكراسة، يعني مش هقدر اسطر كل البيانات دي او صمم كل البيانات دي داخل صفحة بشكل راسي، فعلى طول بروح مصمم الصفحة بشكل افقي داخل كراسة الاجابة، ثم بعد كده ابتدي اقرأ عملية عملية. وانا مش مطلوب مني ان انا احفظ رؤوس الاعمدة، يعني تصميم الدفتر هيجي لك في ورقة الاسئلة، ما تشغلش نفسك بحفظ رؤوس الاعمدة لان دي هتجي لك في ورقة الاسئلة جاهزة، انت كل ما عليك تقوم بتصميم الصفحة، لكن لابد ان انت تكون متمكن من الطريقة اللي هتسجل بها البيانات الخاصة باستمارات اعتمادات الصرف 50 انحاء داخل سجل حصر طلبات الصرف 55 انحاء. تروح بقى تقرأ بيانات كل استمارة، هو جايب لك استمارتين في التدريب اللي معانا، وبعدين تيجي تسجل هذه الاستمارات. وزي ما احنا شايفين زي ما اوضحنا عندنا مسلسل وتاريخ الوارد والجهة الوارد منها طبعا الاستمارات والمبلغ بالجنيه وبالقروش، لو في مبلغ بالجنيه وبالقروش فروق مثلا او يبقى في اجزاء من الجنيه صاحب الحق، وبعدين معانا تاريخ التسليم للمراجعة وتوقيع المستلم وتاريخ اعادتها من المراجعة وتاريخ التسليم لقسم الشطب وتوقيع المستلم، ثم رقم اذن الصرف او الشيك حسب الحاله، وطبعا في الغالب بيبقى شيك، والجهه المحول عليها طالما شيك هيكون البنك المركزي وسجل بيانات. تعالوا نشوف اول عمليه معايا او اول استماره معايا، بيقول لي في 21/8/2021 استماره وارده من مدرسه منيا القمح التجاريه قيمتها 422 جنيه ونصف. انا في الحاله دي اعمل ايه يا طلاب؟ اول حاجه دي اول عمليه، اول استماره عندي يبقى المسلسل هيبقى واحد، تاريخ العمليه 21/8، الاستماره وارده او الجهه الوارد منها الاستماره مدرسه منيا القمح التجاريه قيمتها 422 ونص، يبقى على طول اروح جاي على الاستماره، وفي مسلسل اكتب رقم واحد، تاريخ الوارد اسجل 21/8، الجهه الوارد منها اكتب مدرسه منيا القمح التجاريه، المبلغ طبعا عندي بالجنيه والقروش، اسجل المبلغ بالجنيه اللي هو 422 جنيه والقرش في خانه القروش اللي هي طبعا 50 قرش. صاحب الحق ارجع على طول تاني مرة تانية كمل البيانات، دي عبارة عن فروق مكافأة مستحقة للموظف مصطفى ثابت، يبقى هنا اسمه ايه؟ مصطفى ثابت، يبقى اروح على طول اسجل اسم الموظف مصطفى ثابت اللي هو صاحب الحق. بعد كده بيقول لي تاريخ التسليم
للمراجعه، بيقول لي سلمت للمراجعه في اليوم التالي، يعني احنا كنا النهارده 21/8 ودي تاريخ ورود الاستماره لنا او استمارات اعتمادات الصرف 50 انحاء، في اليوم التالي سلمناها لقسم المراجعه. اليوم التالي اعزائي الطلاب هيبقى يكون كام؟ 22/8. سلمناها للموظف مين؟ اللي هو الموظف المختص محمد محمود. يبقى روح على طول على الاستماره وسجل تاريخ التسليم للمراجعه اللي هو هيبقى في اليوم التالي، هيبقى 22/8، والموظف اللي هو محمد محمود. طبعا محمد محمود بعد ما يراجع الاستماره هيقوم باعادتها مره تانية لنا وعشان نعيد تسليمها لقسم الشطب. فهنروح على طول على نشوف هل الموظف اعادها ولا لا. وبعدين بيقول لي في بعد ما قال لي ان هو سلمها، بيقول لي والذي قام بردها، يعني الموظف المختص اللي هو محمد محمود قام بردها بعد المراجعه في تاريخ 25/8. يبقى على طول نسجل 25/8 اللي هو تاريخ الرد على طول. وعندي طبعا اخد بالي ان توقيع المستلم انا كتبت اسم هنا الموظف اللي استلم في المراجعه اللي هو محمد محمود، لكن اخد بالي اعزائي الطلاب ان انا كاتب اسمه كده، لكن هو المفروض هو هيوقع بنفسه، ما ينفعش انا اوقع له. يبقى انا لو انا دلوقتي معايا السجل لخاصة طلبات صرف الوارده، لما اجي اسلم استمارات اعتمادات الصرف لقسم المراجعه، الموظف المختص اللي هيستلم مني هو اللي هيوقع انه استلم الاستماره. بعد كده تاريخ قعدتها سجلته، اخش بعد كده على اشوف هي بقى تسلمت لقسم الشطب اللي هو القسم اللي هيصدر الشيك او هيصدر اذن الصرف. قال لي بعد كده تم تسليمها الى قسم الشطب في تاريخه، يعني طبعا هي كانت ردت من المراجعه في يوم 25/8. الموظف المختص اللي هو مين؟ المسؤول راح جاي مسلمها في نفس اليوم 25/8 لقسم الشطب. يبقى تاريخ التسليم لقسم الشطب هيبقى نفس تاريخ اعادتها من المراجعه او ردها من المراجعه. طب سلمت لمين؟ سلمت للموظف المختص اللي هو علي ابراهيم. وبعدين الموظف علي ابراهيم دوت قام باستخراج شيك اللي هو شيك 424 على طه بالمبلغ المستحق طبعا، وشيك بيكون مسحوب على البنك المركزي، والكلام ده كان في تاريخ 29/8/2021. بروح على طول على الاستماره، سجل باقي البيانات. عندي تاريخ التسليم لقسم الشطب هو قاله لي، اللي هو قال لي في نفس اليوم يبقى 25/8. الموظف اللي استلم في قسم الشطب هيوقع علي ابراهيم. رقم اذن الصرف او الشيك طبعا اعزائي الطلاب هيبقى كام؟ هو مديله 424 على طاقه، اكتبه زي ما هو مديله بالظبط. طبعا ده شيك، وبالتالي هيبقى الجهه المحول عليها هيبقى البنك المركزي. وانا عايز الفت انتباهكم لحاجه مهمه اعزائي الطلاب، اني انا هكتب دايما البنك المركزي، لان اعتمادات الصرف استمارات اعتمادات الصرف 50 انحاء دايما بتبقى للمرتبات والمكافئات، وطبعا في الغالب بيتم صرف مرتبات العاملين ومستحقاتهم الماليه بشيكات وليس عن طريق اذون الايه الصرف. فطالما عندي استمارات اعتمادات الصرف 50 انحاء، فدايما استمارات اعتمادات الصرف 50 انحاء دايما بيتم صرفها بشيكات. يبقى دايما اقول الجهه المحول عليها هيبقى عندي شيك، والجهه المحول عليها البنك المركزي. اداني طبعا التاريخ اللي هو تاريخ تصدير الشيك، وهو مديه هنا في التدريب قايل لي في 29/8/2010. يبقى على طول اسجل التاريخ عندي اللي هو تاريخ التصدير اللي هو بتاع الشيك 29/8. دي العمليه الاولى اعزائي الطلاب اللي بنسجل بيها، اللي سجلنا بيها اول عمليه معانا او اول استماره من استمارات اعتمادات الصرف 50 انحاء داخل سجل حصر طلبات الصرف الوارد. زي احنا زي ما شايفين عمليه بسيطه وسهله، ما تلخبطش، اقرا الكلام بتركيز. هو مثلا يقول لي تم التسليم لقسم الشطب في نفس اليوم او في اليوم التالي، او يديني تاريخ ابقى اخد بالي منين؟ من التواريخ. الحاجه الثانيه اخد بالي ان مش انا كموظف اللي هوقع، وبقول له توقيع المستلم. يبقى توقيع المستلم ده لما اجي اسلمه لقسم المراجعه، الموظف في قسم المراجعه اللي استلم مني الاستمارات عشان يراجعها هو اللي هيمضي. كذلك لما يتم اعادتها ليا من المراجعه واروح علشان اسلمها لقسم الشطب، الموظف اللي هيستلم مني القسم الشطب علشان يقوم باصدار اذن الصرف او باصدار الشيك هو اللي هيوقع داخل سجل حصه طلبات الصرف الوارده 55 انحاء. تعال نشوف الاستماره الثانيه هنسجلها ازاي داخل سجل حصر طلبات الصرف الواردة 55 انحاء. الثاني في او الاستمارة الثانية بيقول لي في 1/9/2021 عند استمارة واردة من مدرسة منيا القمح الصناعية صافي قيمتها 195 جنيه و90 قرش. يبقى على طول هاخد البيانات دي سجلها فين؟ اسجلها في سجل حصر طلبات الصرف الواردة 55 انحاء. عندي تاريخ الاستمارة او تاريخ ورود الاستماره 1/9/2021،
وعندي الجهة الوارد منها الاستمارة اللي هي مدرسة نيل القمح الصناعية، وعندي المبلغ أوصاف قيمة الاستمارة 195 جنيه و90 قرش. تعالوا نشوف مع بعض في مسلسل، دي تاني عملية، ففي المسلسل أو تاني استمارة هديها رقم 2 في المسلسل، في تاريخ الوارد هسجل التاريخ اللي هو 1/9 وبعدين أكتب الجهة الوارد منها وهي طبعا مدرسة منيا القمح الصناعية، وعندي طبعا المبلغ 195 جنيه كتبتهم في خانة الجنيه أو في عمود الجنيه، وبعدين القروش هكتبها في عمود القرش وهو 90 قرش. مين صاحب الحق؟ تعالوا نرجع نشوف. دي طبعا بيقول لي إنها فروع علاوة تشجيعية مستحقة للموظفة بسمة شعبان، سلمت للمراجعة في اليوم التالي للموظف عمرو سعد. يبقى أول حاجة دي فروق للموظفة بسمة شعبان، يبقى صاحب الحق بسمة شعبان، وبيقول لي سلمت للمراجعة في اليوم التالي. اليوم التالي اللي هو ايه؟ الاستمارة جات لي يوم 1/9، يبقى اليوم التالي هيكون يوم 2/9، واسم الموظف اللي استلم اللي هيوقع عندي في قسم المراجعة هو عمرو سعد. اروح على طول اسجل هذه البيانات داخل سجل حصر طلبات الصرف الواردة 55 حق. طبعا عندي صاحب الحق هو طبعا الموظفة بسمة شعبان، وعندي تاريخ التسليم للمراجعة قال في اليوم التالي، فطبعا انا استلمت الاستمارة يوم 1/9 وسلمت للمراجعة اليوم التالي، يبقى اليوم التالي هيكون 2/9. مين اللي استلم بقى في قسم المراجعة؟ الموظف اللي استلم هو اللي هيوقع بنفسه اللي هو عمرو سعد، يبقى الموظف عمرو سعد هيوقع بنفسه، انا مش هوقع له. طيب تعالوا نشوف البيانات التالية ايه اللي حدث بعد كده، وزي ما انتم شايفين البيانات جايالي مرتبة، انا كل ما في الموضوع اقرأ البيانات بتركيز علشان ما اخطأش. يقول لي اليوم التالي، يقول لي نفس اليوم، مين الموظف، ابقى مركز وانا بنقل البيانات، لان اي خطأ داخل السجل مش هيترتب عليه طبعا اعزائي الطلاب حصولك على الدرجة الكلية، يعني مش هاخد على الدرجة النهائية، يبقى ناخد بالنا تدريب بسيط وسجل بسيط من السجلات المهمة اركز علشان ما افقدش درجات في حاجة بسيطة. عندنا طبعا كمان على طول بعد ما سجلنا اسم الموظف عمرو سعد بيقول لي عمرو سعد ده قام بردها في اليوم التالي، يعني في اليوم التالي قام بردها وتم تسليمها الى قسم الشطب في 6/9، يبقى اليوم التالي اللي هو طبعا قلنا 2/1/9، يبقى هو ردها في اليوم التالي. ناخد بالنا كنا سلمت لقسم مراجعه في اليوم التالي اللي هو 2/9، ردها في اليوم التالي يعني بعد 2/9، يعني في هيبقى 3/9، وبعدين تم تسليمها لقسم الشطب في 6/9. اروح على طول على سجل حصر طلبات الصرف الوارده واقول تم اعادتها من المراجعه في اليوم التالي، يبقى 3/9، سلمت لقسم الشطب في اليوم التالي يعني بعد 3/9 هيبقى قلنا 3/9، وبعد كده تاريخ التسليم لقسم الشطب هيبقى في اليوم الايه؟ قال لي سلمت لقسم الشطب في 6/9. طب مين اللي استلم؟ قال لي الموظف محمد طارق، يبقى كده سجلناه لمحمد طارق. تعال نشوف بقى ايه اللي حصل بعد كده. هل محمد طارق في قسم الشطب سجل لنا او سلم لنا شيك، اصدر شيك بالمستحق للموظف؟ تعالوا نشوف. قال لي بقى الموظف محمد طارق اهمل في عمله حتى تاريخ 8/9/2021، وتم تحويله للشؤون القانونيه للتحقيق معه بناء على الشكوى المقدمه من صاحب الحق. يبقى كده لم يتم ولا اصدار اذن صرف ولا اصدار شيك. طب هنعمل ايه؟ هقول لك عمليه بسيطه خالص، هنروح على السجل، وطبعا مش هسجل رقم للشيك ولا الاذن الصرف ولا هكتب الجهة المحول عليها، هشد خط كده او شرطة بسيطة، وما عنديش طبعا تاريخ. لكن حتة مهمة جدا اعزائي الطلاب ناخد بالنا منها، طالما لم يتم اصدار شيء نتيجة اهمال الموظف اللي هو محمد طارق في التمرين بتاعنا، في الحالة دي هنسجل في الملاحظات هذه الملحوظة. ايه الملحوظة؟ انه لم يتم استخراج شيء، يبقى هاجي في عمود الملاحظات وأصاد الاستمارة اللي هي رقم 2 اللي هي تمت في 1/9 اللي هي واردة من مدرسة منيا القمح الصناعية وبتمثل حق للموظفة بسمة شعبان، أسجل في الملاحظات لم يستخرج شيك، لم يستخرج شيك. ودايما قلنا أعزائي الطلاب ليه شيك مش إذن صرف؟ لأن طبعا استمارات اعتمادات الصرف 50 أو استمارات اعتمادات الصرف 50 عين ح دي طبعا خاصة بالمرتبات والمرتبات او المستحقات الماليه للموظفين داخل المؤسسه بيتم صرفها بشيكات وليس باذن صرف.
دي الطريقه اعزائي الطلاب اللي بنسجل بيها الاحداث داخل سجل حصر طلبات الصرف الوارده 55 انحاء. معانا تدريب كمان. تمام دكتور صلاح، يعني نقول تعقيب بسيط كده على الجزء اللي مر من هذا اللقاء، وهو انه لازم على الطالب ان هو يقرا بشكل كويس جدا جدا المساله اللي موجوده قدامه، ويحدد المعلومات او التفاصيل اللي موجوده فيها. والحاجه الثانيه اللي انا لاحظتها من كلام حضرتك التدوين الصح، ان احنا بناخد كل معلومه وبنقوم بتسجيلها او بتدوينها بشكل صحيح، بكده هو هيحل او الحاجه اللي موجوده قدامه بشكل صحيح. اذا لازم ياخد باله ويركز كويس قوي في القراءه من الاول. بالظبط دكتوره باب، لازم طبعا الطالب يكون قاري البيانات، لان الموضوع كله الاستماره بيانات محفوظه. هو كمان مش مطلوب منه ان هو يكون حافظ البيانات او الاعمده الخاصه بالاستماره، يعني مش مطلوب منه يبقى حافظ الاستماره وصاحب الحق والمبلغ وكذا، لان هي هتجيله في الاختبار جاهزه. هو كل ما عليه ان هو هيقوم بتصميم مداخل الدفتر ويسجل البيانات. يبقى الحكمه هنا فعلا زي ما حضرتك قلتي ان هو لازم يكون يقرا البيانات الخاصه باستمارات اعتمادات الصرف بتركيز وبدقه، لان كل ما يكون قارئ جيد وفاهم الكلام اللي بيقراه ده هيساعده فعلا انه يسجل البيانات بطريقه صحيحه. حتى المهمه كمان ان ياخد باله، هو دلوقتي لما بيجي يسجل احنا بندربه ان بيوقع مكان المستلم في قسم المراجعة أو مكان المستند في قسم الشرط، بيكتب اسمه، لكن في الواقع العملي هل هو هيمضي مكانه؟ ما ينفعش، ده يعتبر تزوير وعرض نفسه للمسألة الايه القانونية. يبقى الطالب احنا بس بندربك ان انت تبقى فاهم، انت بتقول بتوقع عنه دلوقتي بتكتب بياناته عشان نبقى فاهمين ان انت فاهم ان هو مين اللي هيوقع هنا. لكن لما تروح في الحياة العملية طبعا هو اللي هيوقع بنفسه، وما ينفعش انت توقع له، لان ده يعتبر مخالفة قانونية ويعرض نفسه، يعتبر تزوير، ودي طبعا فيها جناية بالنسبة للطالب. عندنا تدريب كمان برضو عشان نأكد الفهم لسجل حصر طلبات الصرف والوارده اعزائي الطلاب. تعالوا نشوف مع بعض تدريب كمان على سجل حصر طلبات الصرف الوارده 50 عين حق او 55 عين حق. وعندنا طبعا كل شغلنا على الاستماره او استماره الصرف 50 عين حق، ودي اللي بتخص بيتم بقى صرف مستحقات العاملين من المهايا ومن الاجور والمكافئات وهكذا. ومديني برضو في استماره في 1-9. وطبعا انا متعود دايما اقرا التمرين، ابص على راس التمرين اقراه، وبعدين اروح على اعزائي الطلاب على المطلوب، ابص بصه فحصه كده للتدريب بشكل كامل، وبعدين ابتدي اقراه بقى بالتفصيل نقطه نقطه، وانا بسجل الاحداث داخل سجل حصر طلبات الصرف والوارده. عندنا استماره ثانيه اللي هي في 15/20/22، ودي يقول لي المطلوب اعداد الاستماره 55 انحاء او دفتر حصر طلبات الصرف الوارده. يبقى انا على طول اعزائي الطلاب هرجع كده على طول ابتدي بقى اقرا اول نقطه او اول نقطه معايا اللي هي الاستماره في 1/9/2022، دي استماره وارده مدرسه بنها التجاريه. طب هاخد بالي بقى اعزائي الطلاب من حته مهمه، انا الاول بصمم الدفتر ده كراسه الاجابه. طب هل انا صممت الدفتر ده كراسه الاجابه؟ لا. يبقى ارجع كده اول خطوه عملها عندي اروح مصمم سجل حصر طلبات الصرف وارده 55 انحاء داخل كراسه الاجابه او اصممها. وطبعا انت مش مطلوب منك انك تكون حافظ رؤوس الاعمده، هي هتجيلك في كراسه الاجابه هتنقلها وتبتدي تسجل بيها الاحداث داخل السجل. اروح بقى بعد ما صممت الصفحه اروح على طول اشوف اول استماره عندي، بيقول لي في 1/9/2022 استماره وارده من مدرسه بنها التجاريه قيمتها 600 جنيه و80 قرش. يبقى على طول خاصه بمين؟ قال لي مكافاه فروق مكافاه مستحق الموظف طارق حامد. يبقى انا على طول اروح على السجل، ودي اول استماره معايا اقول في المسلسل واحد، تاريخ الوارد بتاعها هقول 1/9، والجهه الوارد منها الاستماره قلنا مدرسه بنها التجاريه المبلغ 600 جنيه و80 قرش. يبقى في العمود الخاص بالجنيه سجلت الجنيه، وفي العمود الخاص بالقرش سجلت المبلغ. مين صاحب الحق؟ قلنا الموظف طارق حامد. ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لي بعد ما استلمنا الاستماره من اللي هي الخاصه بالموظف طارق حامد سلمناها للمراجعه في نفس اليوم للموظف المختص سمير محمود. نفس اليوم يعني 1/9، يبقى على طول نروح لقسم المراجعه نقول تاريخ التسليم للمراجعه هيبقى 1/9، قال لي نفس اليوم. وبعدين اوقع انا بقى هكتب اسم الموظف اللي هو طبعا المفروض يوقع اللي هو استلم في قسم المراجعه اللي هو الموظف سمير محمود. وزي ما قلنا اعزائي الطلاب انا بكتب اسمه دلوقتي، لكن في الواقع العملي هو اللي هيوقع ليه لنفسه. طيب يا ترى رجعت بقى من المراجعه يوم ايه؟ قال لي سلمت المراجعه في نفس اليوم للموظف المختص اللي هو سمير محمود، والذي قام بردها بعد المراجعه في اليوم التالي، وتم تسليمها الى قسم الشط في تاريخه للموظف المختص، وتم تسليمها الى قسم الشط في تاريخه، يعني في نفس
اليوم اللي هو في نفس اليوم ايه اللي هو رجعت من المراجعه او تم اعادتها من المراجعه في اليوم التالي. طيب يبقى احنا قلنا 1/9 وسلمت للمراجعه في نفس اليوم ب1/9، رجعت من المراجعه في اليوم التالي يبقى 2/9، سلمت لقسم الشطب في تاريخه يبقى برضه في 2/9. يبقى انا عندي هنا على طول تاريخ اعادتها من المراجعه هيبقى 2/9 اللي هو اليوم التالي، وتاريخ تسليمها لقسم الشطب في نفس اليوم هيبقى 2/9. طب مين اللي استلم؟ تعالوا نشوف مع بعض. قال لي سلمت بقى للموظف في قسم الشطب اللي هو الموظف سامي سليم، وتم استخراج شيك رقم 88 على طه بالمبلغ المستحق بتاريخ 10/9. هنا اعزائي الطلاب ايه؟ تم استخراج شيك، يبقى خلاص اروح اسجل بقى البيانات بطريقه بسيطه، يوقع عندي هنا الموظف المستلم اللي هو سامي سليم، انا هوقع له دلوقتي عشان ابقى فاهم ان انا هروح امضي او هوخل الموظف المختص يوقع انه استلم. ثم بعد كده ايه اللي هيحصل اعزائي الطلاب؟ هيكون بقى عندي كده اصدر شيك، فهكتب رقم اذن الصرف او شيك، طبعا عندي شيك هكتب رقم الشيك اللي هو 88 على طه. الجهه المحول عليها الشيكات طبعا قلنا زي ما قلنا البنك المركزي، دايما البنك المركزي. ثم بعد كده اسجل التاريخ اللي هو اصدار الشيك او تصدير ايه الشيك، وهو طبعا في التدريب بتاعنا 9/10/9. كده انا سجلت الاستماره الاولى اللي هي استماره اعتماد الصرف 50 انحه الخاصه بالموظف طارق حامد والوارده لنا من مدرسه بنها التجاريه. اخد بالي ان هنا تم اصدار شيك فسجلت بيانات شيك، لكن لو لم يصدر شيك خلاص مش هسجل بيانات، لكن لازم في الملاحظات اسجل لم يستخرج شيك. تعال نشوف الاستماره التاليه، بيقول لي في 5/10/2022 استماره وارده من مدرسه بنها الفندقيه صافي قيمتها 200 جنيه و50 قرش. اللي بعد العلامه دي يقرا بالقروش، يقرا بالقروش، يبقى 200 جنيه و50 قرش. يبقى على طول وارده منين؟ قال لي ده فروع علاوه تشجيعيه مستحقه للموظف ماهر شعبان. يبقى انا عندي 5/10 والجهه الوارد منها اللي هي مدرسه بنها الفندقيه والمبلغ 200 جنيه و50 قرش والموظف ماهر شعبان. اروح على طول على الاستماره 55 انحاء او سجل حصر طلبات الصرف الوارده 55 انحاء، ودي طبعا الاستماره الثانيه اقول 2، وسجل التاريخ اللي هو 5/10، وبعدين الجهه الوارد منها طبعا قلنا مدرسه بنها الفندقيه، المبلغ عندي الجنيه 200 جنيه و 50 قرش، الموظف عندي اللي هو ماهر شعبان. طب تم تسليم امتى بقى القسم المراجعه؟ تعالوا نشوف، هيقول لي برضو في البيانات بتركيز، اقرا بتركيز، سلمت للمراجعه في اليوم التالي. في اليوم التالي احنا كنا ايه؟ 5/10، لما تتسلم في اليوم التالي برافو عليك يبقى 6/10 للموظف مين؟ الموظف المختص اللي هو هاني سعيد. يبقى على طول اسجل بقى التاريخ اللي سلمت فيه اللي هو 6/10 والموظف هاني سعيد. طيب هي هترجع لنا بقى من المراجعه وقت ايه؟ تعالوا نكمل نشوف البيان دوت. بيقول لي والذي ردها في اليوم التالي، يعني هاني سعيد استلمها يوم 6/9 وردها في اليوم التالي، يبقى اليوم التالي كام؟ برافو 7/9. في ردها في اليوم التالي اللي هو احنا قلنا 6/10 مش 6/9، يبقى اليوم التالي هيبقى 7/10، برافو عليك. وتم تسليمها الى قسم الشطب يوم 8/10، يبقى على طول للموظف مين؟ احمد ماهر. يبقى على طول نروح نسجل البيانات، قلنا تم تاريخ اعادتها من المراجعه هيبقى اليوم التالي اللي هو هيبقى 7/10، برافو. تاريخ تسليمها لقسم الشطب قال لي 8/10، للموظف مين بقى؟ مين اللي استلمها في قسم الشطب؟ الموظف احمد ماهر. طيب يا ترى احمد ماهر بقى صدر شيك او صدر اذن صرف؟ طبعا ما ينفعش يصدر اذن صرف زي ما قلنا، لان دي مبالغ ماليات مستحقه للعاملين في فين؟ في الوحدات الحكوميه الاداريه، وبالتالي بتصرف بايه اعزائي الطلاب؟ بتصرف بشيكات. يبقى هل الموظف بقى المختص اللي هو احمد ماهر قام بدوره واصدر شيك ولا لا؟ طيب لو ما اصدرش هنسجل في خانه الملاحظات لم يستخرج شيك، لو اصدر شيك هنسجل بيانات الشيك زي الايه؟ زي الاستماره السابقه. تعالوا نشوف ايه اللي حصل من الموظف احمد ماهر. قال لي الموظف احمد ماهر اهمل في عمله حتى يوم 10/10/2022، ما اصدرش شيك لمين؟ للموظف اللي هو طبعا ماهر شعبان بالمبلغ المستحق له اللي هي فروع علاوه تشجيعيه. وبالتالي في الحاله ديت ايه اللي هيحصل؟ تم تحويل هذا الموظف للشؤون القانونيه للتحقيق معه بناء على الشكوى المقدمه. في الحاله ديت ما استخرجش او لم يتم استخراج شيك، وبالتالي اعزائي الطلاب مش هنسجل بيانات في العمود اللي هو الخاص برقم الشيك او اذن الصرف، ولا الجهه المحول عليها الشيك، ولا تاريخ تصدير اذن الصرف او الشيك، مش هنسجل فيها بيانات. لكن ما انساش لابد ان انا اكتب في الملاحظات
لم يستخرج شيك. وهنا اقول شيك مش ان ظرف، لان استمارات اعتمدت الصرف 50 انحه دي خاصه بالمرتبات وبيتم صرفها بشيكات، اللي هي الاكتب لم يستخرج شيك. ديت الطريقه اللي احنا بنسجل بيها اعزائي الطلاب العمليات والاحداث داخل سجل حصر طلبات الصرف الوارده 55 انحه. بكده او بانتهاء الجزء دوت بيكون احنا انتهينا من الاجزاء العمليه داخل الباب الثاني من منهج المحاسبه الحكوميه، وهو طبعا الباب الخاص بالنظام المحاسبه الحكومي. تعالوا نسترجع مع بعض احنا خدنا ايه في الباب ده. احنا تعرفنا طبعا على تعريف النظام المحاسبه الحكومي، تعرفنا ايضا على المجموعه او المقومات الاساسيه للنظام الحكومي او نظام المحاسبه الحكومي، اللي هي المقومات الاساسيه اللي هي المكونات الاساسيه لنظام المحاسبه الحكومي. قلنا عندنا مجموعه مستنديه ومجموعه دفتريه، قلنا عندنا المجموعه المستنديه بتضم ثلاث انواع من المستندات: مستندات الصرف ومستندات التحصيل ومستندات الشراء والتخزين. اما المجموعه الدفتريه فبتضم ثلاث انواع من الدفاتر، عندنا دفاتر اليوميه، دفاتر الاستاذ، الدفاتر والسجلات البيانيه والاحصائيه. قلنا عندنا اربع دفاتر مهمين هيجي لنا عليهم سؤال في الاختبار او اكتر من سؤال في الاختبار نهايه العام. ايه هم الدفاتر؟ عندنا دفتر، اول حاجه عندي دفتر من دفاتر الاستاذ، وهو دفتر حساب الشيكات 56 انحه، ده مهم جدا وبيجي اسئله عليه في الاختبار، يبقى ده اول دفتر عندي وده من دفاتر الاستاذ. عندنا ثلاث دفاتر من دفاتر السجلات البيانيه والاحصائيه، وعندنا طبعا دفتر الحسبه اليوميه 69 انحه او ميزان المراجعه اليومي، وعندنا ايضا سجل تاني او سجل الارتباطات 291 او 292 انحه، وعندنا طبعا في الاخير سجل حصر طلبات الصرف الوارده 55 انحه او بتسمى الاستماره 55 انحه. احنا اتدربنا بشكل كافي على كل جزئيه من هذه الاجزاء، يا رب تكونوا استفدتم من الطريقه اللي عرضنا بها الماده العلميه في الباب الثاني، وان شاء الله باذن الله يجي لكم على اسئله. لكن خلونا بقى نروح لجزئيه ثانيه دكتور رباب، اللي هي الخاصه بالايه، بالاسئله النظريه. يعني احنا عندنا اسئله نظريه بتجي لنا على الباب الثاني، والاسئله النظريه بتجي لنا في شكل اما صح وخطا، اما اكمل، اما اختر من العمود الف ما يناسبه من العمود ب، او عرف او اذكر. انا عايز اعرض على طلابنا الاعزاء بالتعليم الفني التجاري في الصف الثالث طبعا شعبه الشؤون القانونيه، وطلاب الصف الخامس اللي هي شعبه الاداره والتسويق وسوق المال، الدارسين طبعا لمنهج المحاسبه الحكوميه واللي احنا طبعا مخصصين لهم حلقتنا اليوم، عايز اعرض عليهم شكل من الاسئله اللي ممكن تجيلهم في الاختبار، واللي طبعا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تفيدهم وتيجي على غرار اسئله في الاختبار ان شاء الله باذن الله. يعني حضرتك دكتور صلاح، احنا معانا مجموعه من التطبيقات كده العمليه لكل الجزء اللي تم تدريسه سابقا زي ما حضرتك قلت، حتى بما فيه الباب الثاني اللي اتكلمنا عنه. هندي بقى شكل الاسئله المتوقع اللي ممكن الطالب لو دخل في الامتحان هيلاقيها، وازاي ان هو يتعامل معاها بقى، وكل الانماط المختلفه اللي مع حضرتك. بالظبط كده دكتور رباب، احنا طبعا معانا اسئله مختارينها بعنايه طبعا لطلابنا الاعزاء في الباب الثاني اللي هو الباب الخاص بالنظام المحاسبه الحكومي. احنا في نهايه كل باب بنحاول ان احنا نجيب مجموعه من الاسئله خاصه النظريه، علشان طبعا الاسئله النظريه بتعمل لطلابنا الاعزاء مشاكل كتير في حلها، وخاصه لما بيكون في شكل صح وغلط او اختر او عرف او اذكر بتعمل لهم بعض المشاكل، لان الماده طبعا المعارف بتاعتها جديده وحديثه بالنسبه لنا. هنشوف بقى بعض الاسئله اللي ممكن تجيلي في الاختبار. وانا دايما عودتكم اعزائي الطلاب لما يقول لي اذكر ما اشرحش، لما يقول لي اذكر كذا ما اشرحش، اذكر العناصر الرئيسيه فقط. فتعالوا نشوف بقى معانا اول سؤال بيقول لي عرف النظام المحاسبي الحكومي. لو جالي سؤال طبعا قال لي عرف النظام المحاسبي الحكومي، احنا ملتزمين بالتعريف الوارد في الباب الثاني من الكتاب، هو مجموعه العناصر والاساليب الفنيه المستخدمه في تجميع وتبويب وتلخيص البيانات المالية المتعلقة بأنشطة الوحدات الإدارية الحكومية، وعرض وتحليل البيانات لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء. يبقى لو جالي في الاختبار قال لي عرف النظام المحاسبي الحكومي، عرف النظام المحاسبي الحكومي هو مجموعة العناصر والأساليب الفنية المستخدمة في تجميع وتبويب وتلخيص البيانات المالية المتعلقة بأنشطة الوحدات الإدارية الحكومية، وعرض وتحليل البيانات لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء. ده شكل من اشكال الاسئله ممكن تجيلي في الاختبار. معانا سؤال تاني بيقول لي اذكر العناصر الاساسيه لمقومات النظام المحاسبي الحكومي. احنا عارفين طبعا ان النظام المحاسبي الحكومي بيتكون من عناصر كتير، لكن احنا ركزنا خلال دراستنا في الباب التاني على مقومين اساسيين او مكونين اساسيين من مقومات النظام المحاسبي الحكومي. المقوم الاول قلنا المجموعه المستنديه، والمقوم الثاني المجموعه الدفتريه. وما ننساش
ان القانون او التشريعات اللي هو طبعا القانون 127 لسنه 1981 في جمهوريه مصر العربيه، والقانون الخاص بالمحاسبه الحكوميه، يعتبر من ضمن المقومات الاساسيه لنظام المحاسبه الحكومي في جمهوريه مصر العربيه. لكن هو هنا يقصد يقول لي ايه بالمقومات الاساسيه؟ يقول لي اذكر لي المقومين اللي هو المجموعه المستنديه والمجموعه الدفتريه. طيب ده كتير، انا هشرح كل ده؟ لا، هو عايز قال لك اذكر، وانا قلت لك لما يقول لك اذكر ما تشرحش، لما يقول لي اذكر ايه ما اشرح. فتعالوا كده نذكر بقى المجموعه المستنديه. والمجموعه المستنديه بتضم ثلاث حاجات، يبقى هكتب كده. اولا المجموعه المستنديه، ودي بتضم واحد مستندات الصرف، اثنين مستندات التحصيل، ثلاثة مستندات الشراء والتخزين. طيب المجموعه الثانيه هي المجموعه الدفتريه. والمجموعه الدفتريه اقول له ثانيا المجموعه الدفتريه، ودي بتضم واحد مجموع الدفاتر اليومية، اثنين مجموع دفاتر الأستاذ، ثلاثة مجموعة الدفاتر والسجلات البيانية والإحصائية. زي ما شفنا كده أعزائي الطلاب، أنا لما بيقول لي أذكر ما بشرحش، بذكر العناصر الرئيسية للموضوع اللي هو طالبه مني. فهو بيقول لي أذكر المقومات الأساسية للنظام المحاسبة الحكومي، وأنا عندي مقومين أساسيين. إيه هما؟ المجموعة المستندية، ودي بتضم ثلاث مستندات، عندي ثلاث انواع من المستندات، مستندات الصرف ومستندات التحصيل ومستندات الشراء والتخزين. والمجموعه الدفتريه، ودي بتضم ثلاث انواع من الدفاتر، دفاتر اليوميه او مجموعه الدفاتر اليوميه، مجموعه دفاتر الاستاذ، ومجموعه السجلات والدفاتر البيانيه والاحصائيه. ذكرت وما شرحتش، مع ان انا عارف ان دفتر الاستاذ مثلا، دفاتر الاستاذ من ضمنها دفتر حساب الشيكات 56 انحاء ما ذكرتهاش. انا عارف ان انا عندي ثلاث دفاتر مهمين من السجلات البيانيه والاحصائيه، اللي هو طبعا سجل اول حاجه عندي سجل الارتباطات 291 و292، وعندي طبعا ميزان المراجعه اليومي او دفتر الحسبه اليوميه 69 انحاء، وعندي طبعا في الاخير سجل حصر طلبات الصرف الوارده 55 عين انحاء. تعالوا نشوف سؤال كمان اعزائي الطلاب، والسؤال اللي معانا بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس. يعني جايب لي سؤال بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه ما بين الاقواس، وناخد بالنا ان الاسئله دي تتكرر كتير، وبيجي لي في الاختبار لابد ان يجي لي سؤال اختر او وصل او وصل، يعني اختر من العمود الف من المرسوم من العمود ب، ويقول لي صح، حدد صحه او خطا العباره، ويقول لي مثلا صح العباره او ما يقوليش. وهناخد بالنا وهنتدرب على اسئله شبيهه بها في خلال الحلقه ان شاء الله. تعالوا نشوف السؤال اللي معانا، بيقول لي يتم اثبات الشيكات الوارده للوحده في دفتر ايه. ناخد بالنا، انا عندي شيكات صادره وشيكات وارده. الشيكات الوارده اعزائي الطلاب دي بتسجل في اي دفتر؟ ده وارد، لو صادر يبقى مسحوبه على الوحده، لو وارده يعني الوحده اخذتها من الغير لحق لها عنده، يعني هي اللي لها فلوس، يبقى لازم تسميها شيكات تحت التحصيل. وبالتالي لو قال لي يتم اثبات الشيكات الوارده للوحده في دفتر، اقول له حساب الشيكات تحت التحصيل. طب ما ينفعش حساب الشيكات؟ لا، لان دفتر حساب الشيكات 56 انحاء بيسجل فيه الشيكات الصادره اللي هي المسحوبه على الوحده. يعني لو كان قال لي يتم اثبات الشيكات الصادره للوحده في دفتر، ما كنتش اقول شيكات تحت التحصيل، ده انا هسجله في دفتر حساب الشيكات 56 انحاء. النقطه الثانيه بيقول لي ايه؟ دفتر حساب الحوالات 54 انحاء ده بيخصص لاثبات اذون التسويه ولا اذون الصرف ولا اذون الخزانه؟ طبعا اول ما اسمع كلمه حوالات اربطها على طول معايا باذون الايه؟ الصرف، لان طبعا اذون الصرف هو اللي بتسجل فيها ضف، او هي الاذونات او المستندات اللي بيتم تسجيل بياناتها داخل دفتر حساب الحوالات 54 عين ح، وده بيخصص طبعا لاثبات اذون الايه؟ الصرف. يبقى الاجابه تكون اذون الصرف. ثلاثه تستخدم نقط او تستخدم نقط لصرف بدل السفر ومصاريف الانتقال. احنا عندنا طبعا الاستماره طبعا ايه؟ برافو، 51 انحاء، ودي خاصه بمصاريف الانتقالات وبدل السفر. يبقى انا لازم اخد بالي اعزائي الطلاب من حاجه مهمه، ان انا اكون قارئ المجموعه الدفتريه والمجموعه المستنديه بشكل جيد، وفاهم كل حاجه بتستخدم في ايه، مش هبقى حافظ، لا فاهم. لان ممكن يجي لي في سؤال زي ده يقول لي تستخدم كذا لصرف مثلا بدل السفر ومصاريف الانتقال، يبقى انا عارف هل هي الاستماره 51 انحاء ولا الاستماره 62 انحاء ولا الاستماره 55 انحاء. لازم ابقى واخد بالي الاستماره رقمها كام وبتستخدم في ايه. فهنا النقطه كانت بتقول تستخدم نقط لصرف بدل السفر ومصاريف الانتقال، وقلنا الاستماره 51 انحاء. النقطه رقم 4 بيقول الاستماره نقط بتستخدم لصرف مرتبات الموظفين. احنا عندنا استمارتين بيتم استخدامهم لصرف المرتبات، واحده لكل الموظفين، واحده لموظف ايه؟ واحد. طبعا لموظف واحد
دي الاستماره 132 مقرر انحاء، لكن لكل الموظفين هتبقى الاستماره 132. برافو عليك، يبقى الاستماره 132 هي اللي بتستخدم لصرف مرتبات الموظفين، لكن الاستماره 132 انحاء مقرر دي بتستخدم لصرف مرتبات موظف واحد فقط. تعالوا نشوف كمان معانا سؤال في الاختيار المتعدد، بيقول لي 5 يتم اثبات الشيكات ايوه الصادره للوحده في دفتر. برافو عليك، دفتر حساب الشيكات 56 انحاء. يبقى لما قال الشيكات الصادره قلت له شيكات تحت التحصيل، لما قال الشيكات الصادره قلت له حساب الشيكات، لكن المره اللي فاتت قال لي الشيكات الوارده فقلت له الشيكات تحت التحصيل. يبقى الشيكات الوارده دي بتسجل في دفتر حساب الشيكات تحت التحصيل، اما الشيكات الصادره او المسحوبه على الوحده بتسجل في دفتر حساب الشيكات 56 انحاء. لكن اخد بالي، ممكن كان قال لي يتم اثبات الشيكات المسحوبه على الوحده، نفس المعنى هختار برضو حساب الشيكات، لان الشيكات الصادره هي شيكات مسحوبه على الوحده سدادا لمبالغ مستحقه على الوحده. النقطه رقم 6 بيقول لي دفتر نقط هو ميزان مراجعه يومي بيعد في نهايه كل يوم. ايه هو الميزان مراجعه يومي؟ خدناه، احد دفاتر السجلات البنيه والاحصائيه دفتر الحسبه اليوميه 69 انحاء، او اسمه ميزان المراجعه اليومي. بقينا اقول على طول مكان النقاط هسجل دفتر الحسبه اليومي. السؤال رقم 7 بيقول لي استماره نقط بتستخدم لصرف المبالغ المستحقه على الجهات الحكوميه وبتعتبر من مستندات القيد الايه الاصلي. الاستماره نقط بتستخدم لصرف المبالغ المستحقه على الجهات الحكوميه وبتعتبر من مستندات القيد الاصليه. طبعا دي الاستماره ايه؟ برافو، 50 عين ح. الاستماره 50 عين ح دي بتعتبر من استمارات الصرف وبتستخدم لصرف المبالغ المستحقه على الجهات الحكوميه وهي مستند من مستندات القيد الاصليه. دي شكل من اشكال الاسئله اعزائي الطلاب اللي هتجي لي في شكل اختيار من متعدد. عندنا نوع تاني من الاسئله وهي الاسئله اللي ممكن تجي لي في شكل صح وخطا. يعني عندي نوع تاني من الاسئله ممكن يقول لي ضع علامه صح او علامه خطا امام كل عباره من العبارات التاليه، وممكن يقول لي مع تصحيح الخطا او ما يقولش. طب لو قال لي يبقى لازم اقول خطا، لو قلت خطا اقول خطا واعيد صياغه العباره بطريقه صحيحه. يعني اعيد صياغه العباره، يعني اشوف الجمله او الجزئيه اللي فيها الخطا اعدله واكتب العباره كامله، اكتب العباره كم. تعالوا نشوف مع بعض شكل من اشكال الاسئله ديت ونشوف ازاي لو جات لي في الاختبار عباره خطا اصححها ازاي. اول نقطه معايا طبعا بيقول لي ده علامه صح او علامه خطا امام كل عباره من العبارات التاليه، وما قاليش صحح الخطا. خلاص طالما ما قالكش صحح ما تصححش، لكن انا بفترض لو قال لي صحح يبقى هقول خطا واكتب العباره كلها، اعيد صياغه العباره كلها بشكل صحيح. وانا هوريكم نقطه زي ديت، لكن خلينا نشوف مع بعض واحد. الاضابير 101 سيره هي عباره عن ملفات تحفظ بها مستندات القيد. طبعا صح، الاضابير 101 سيره هي عباره عن ملفات لحفظ المستندات والقيد او مستندات القيد، يبقى على طول هقول العباره صحيحه. النقطه رقم 2 بيقول لي دفتر حساب الشيكات 56 انحاء. اسئله كتير جت على دفتر حساب الشيكات 56 انحاء، مره هو بيسجل فيه ايه؟ شيكات الورده ولا الصدره؟ ومره بيقول لي هو دفتر حساب الشيكات ده بيخصص لاثبات الشيكات ايه؟ لسه قايلين من شويه الشيكات الورده ولا الصدره؟ لا الصدره اللي هي المسحوبه على الوحده. يبقى في الحاله ديت العباره هتكون خطا، لان قال لي بيسجل بيها الشيكات الايه؟ الوارده. يبقى الخطا هنا في كلمه الوارده، لو كان قال لي اثبات الشيكات الصادره كانت هتبقى صح، لان فعلا هو بيسجل فيه الشيكات الصادره او المسحوبه على الوحده. طيب تعالوا نشوف النقطه دي بقى، انا لما اجي اجاوب السؤال ده في كراسه الاجابه طبعا هكتب اجابه اهو، خليك معايا. تعال نشوف بقى، عايز اديك فكره الكلام ده يتسجل ازاي في كراسه الاجابه. انا طبعا تقول اجابه وليكن مثلا السؤال، دي اجابه السؤال الثاني مثلا اللي هو طبعا صح وخطا، والعباره الاولى هقول واحد دي كانت صح، مش كانت صح قدامنا؟ طب والعباره الثانيه خطا. برافو عليك. طب هتعمل ايه بقى انت؟ طالما كتبت ان العباره خطا يبقى لازم تعيد صياغه العباره بشكل صحيح. يبقى هتقول ايه بقى؟ هتقول دفتر حساب الشيكات 56 عين ح يخصص لاثبات الشيكات الايه؟ الشيكات، برافو عليك، الصادره مش الشيكات الوارده. يبقى انت عملت ايه دلوقتي؟ قلت العباره خطا، خدت الدرجه بتاعتك. بعد ما قلت ان العباره خطا كتبت او عدت صياغه العباره بشكل صحيح، عدت صياغه العباره بشكل
صحيح، عدت صياغة العبارة تاني بشكل ايه؟ بشكل صحيح. يبقى لو قال لي صحح الخطأ يبقى اقول خطأ، واكتب طبعا اعيد صياغة العبارة بشكل صحيح. انا عملت ايه؟ كتبت دفتر حساب الشيكات 56 ح يخصص لاثبات الشيكات، هنا مكتوب خطأ الواردة، لا انا غيرتها خليتها الصادرة، بدل الواردة خليتها الصادرة، ومع كل نقطة خطأ هعمل نفس الكلام. تعالوا نشوف مع بعض النقطة التالية، بيقول لي ايه؟ او رقم ثلاثة بيقول لي دفتر الحسبة اليومية 69 عين ح هو ميزان مراجعة يومي. برافو عليك، صح، ما هو دفتر الحسبة اليومية 69 ح هو ميزان المراجعة اليومي، يبقى العبارة صحيحة. طيب بعد كده عندي أربعة، بيقول لي الاستمارة 132 مقرر عين ح، دي تستخدم لصرف مرتبات ومهايا العاملين؟ لا لا، لو موظف واحد أو عامل واحد يبقى صح، الاستمارة 132 بس عين ح دي لصرف مرتبات العاملين، لكن أول ما يكتب لي جنبها كلمة مقرر يبقى دي بتستخدم لصرف مرتبات ومهايا إيه؟ موظف واحد أو عامل واحد، وبالتالي العبارة هنا خطأ. طب لو أنا عايز أصحح الخطأ، تعالى معايا بقى. طبعا قلنا رقم ثلاثة، أنا بوريك إزاي هتجاوب في كراسة الإجابة، هتقول دي خطأ، الرقم ثلاثة دي صح، لكن رقم أربعة طبعا دي خطأ، يبقى هتعيد صياغة العبارة مرة تانية بطريقة صحيحة. طب تعالى معايا كده، هتقول الاستمارة، هتكتب العبارة بشكل صحيح 132 مقرر، لا هتقول 100، انت هتغير ايه بقى؟ لو انت ممكن تتعدلها بطريقتين، يعني ممكن تقول الاستماره 132 مقرر عين حق دي تستخدم لصرف مرتبات وما هي موظف واحد، يبقى انت كده صححت الخطا. وممكن تقول ايه؟ الاستماره 132 بس، يعني ممكن انا اصحح الخطا كده، اقول الاستماره 132 عين حق، واقول دي مالها؟ دي تستخدم لصرف مرتبات وما هي العاملين، كل ما هنالك ان انا شلت كلمة ايه؟ شلت كلمة مكرر. طيب انا ممكن اصحح الخطأ بطريقة تانية، اه ممكن اقول ان الاستمارة 132 مكرر عين ح دي بتستخدم لصرف مرتبات او ماهية موظف واحد فقط، يبقى انا دي طريقة لتصحيح الخطأ ودي طريقة لتصحيح الخطأ. انا كل ما هنالك بوضح لك الطريقة اللي انت هتكتب بيها الاجابة، عشان دي مهمة، لان بعض الطلاب بيجي عند السؤال الخطأ ويروح قال خطأ وينسى يكتب او يصحح الخطأ ويفقد درجات، وطبعا انت في دبلوم السنة دي ومحتاج اي درجة علشان لو محتاج تستكمل دراستك ان شاء الله في الجامعة بإذن الله. تعال نشوف مع بعض النقطة التانية او النقطة رقم خمسة، بيقول لي تستخدم الاستمارة 51 عين ح لصرف مصاريف الانتقالات وبدل السفر، ده صح ولا خطأ؟ صح، برافو عليك، الاستمارة 51 عين ح بتستخدم فعلا لصرف مصاريف الانتقالات وبدل السفر. تعال نشوف شكل من الاشكال الاسئله الاخرى، وهي طبعا الاسئله اللي يقول لي اكمل، يعني جيب لي نقاط ومكان النقاط ويقول لي اكمل. اكمل يعني حط الكلمه او الجمله الايه المناسبه ايه للعباره اللي جاي لك فيها النقاط ايه في السؤال. تعال نشوف اول نقطه معانا، وبيقول لي نقط هو كشف مكون من جانبين مدين ودائن وبينهما خانه لنوع التسويه. فكر كده، سيبك تفكر شويه، ها ده اذن ايه؟ برافو عليك، ده اذن التسويه 61 عين ح، هو عباره عن كشف مكون من جانبين مدين ودائن وبيبقى بينهم خانه لنوع التسويه، يبقى اذن التسويه 61 عين ح. اتنين بيقول لي دفتر نقط بيخصص لاثبات المتحصلات النقديه من الخزائن الايه العام. تاني فكر معايا، دفتر نقط بيخصص لاثبات المتحصلات النقديه في الخزائن اللي هي الحكوميه او العامه الحكوميه، يبقى انا على طول هقول ايه؟ حساب النقدية 87 عين ح، يبقى عندنا دفتر حساب النقدية 87 عين ح ده بيخصص لإثبات المتحصلات النقدية في الخزائن الحكومية. النقطة رقم 3 بيقول لي تستخدم نقط أو تستخدم نقط لاستعادة المنصرف من السلفة المستديم. أه فكر معايا، أه عندنا استمارتين 62 عين ح و63 عين ح، واحدة للاستعاضة وواحدة لطلب صرف السلفة الايه؟ المستديمة. مين فيهم بقى للاستعاضة؟ برافو، الاستمارة 62 عين ح دي خاصة باستعاضة المنصرف من السلفة المستديمة، الاستمارة 62 عين ح دي خاصة باستعاضة المنصرف من السلفة المستديمة. النقطة رقم 4 بيقول لي دفتر نقط بيخصص لبيان حركة النقدية، وطبعا دوت هيكون عندي الدفتر يومية الخزينة 41 عين ح.
تمام. دي يا دكتور الأشكال اللي ممكن تيجي للطالب في الامتحان، زي ما حضرتك قلت قد يكون مثلا في شكل صح وغلط، استكمال نقاط معينة اللي هو اكمل، ممكن مثلا تعريفات يذكرها، يعني دي الأشكال النمطية اللي معروفة لبعض الأسئلة المتوقع أنها تيجي. اه بالظبط كده دكتور رباب، هي فعلا الاسئله اللي بتجيلي في الاختبار يا اما بتبقى في شكل صح وخطا، يا اما في شكل اكمل، يا اما اختيار متعدد، وفي طبعا اسئله في شكل وصل. واحنا طبعا بنعرض الاسئله دي لطلابنا الاعزاء علشان يبقوا فاهمين ان او يتدربوا على الاسئله شكل الاختبار، ما يبقاش عندهم الرهبه من او الخوف من الاختبار، او الاختبار يبقى بالنسبه لهم مفاجاه. كمان بنوضح لهم اسئله هم يقيسوا عليها بقى اسئله كتير ممكن تيجي في المنهج بنفس الطريقه، لو هو حابب بقى يتعرف يقعد هو ممكن يطرح لنفسه اسئله ويحل اختبارات في السنوات السابقه وينقي بقى الاسئله اللي جت على الباب الثاني بعد دراسته الباب الثاني او الباب الاول وهكذا. التركيز على المصطلحات او المفاهيم زي ما حضرتك قلتها النهارده، حفظها، دي برضو من الحاجات اللي ممكن تيجي في شكل اكمل وهو يكمل المصطلح بالزبط. او يجي له اذكر مثلا تعريفك للمصطلح وهو بقى يتكلم عنه او يشرحه، دي برضو من الحاجات المهمه اللي لازم يركز عليها في المذاكره. اه بالتاكيد طبعا، هو دي الحاجات المهمه اللي الطالب يركز عليها ان هو يبقى عارف. طبعا احنا عندنا في المجموعه المستنديه عندنا مجموعه مستندات، فلازم الطالب يبقى عارف المستند ده طبعا الفروق ما بينها والاختلافات، هل هو مستند صرف، هل هو مستند تحصيل، هل هو مستند شراء وتخزين، يعني المجموعه المستنديه اللي بينتمي لها هذا المستند. لان يعني ممكن يسالني في سؤال مثلا يقول لي المستند ده هو مستند شراء ولا مستند مستند شراء وتخزين ولا مستند صرف ولا مستند تحصيل، يبقى انا ابقى فاهم الفرق بالزبط. والمجموعه اللي بينتمي لها، وكمان الاستماره ديت او المستند ده بيستخدم في ايه. زي ما احنا شايفين كذلك المجموعه الدفتريه، يبقى عارف الدفتر ده بيستخدم في ايه. يعني بس مش بس انت تبقى عارف الطريقه اللي انت بتسجل فيها الاحداث في الاربع دفاتر اللي احنا اتكلمنا عنهم، لا انت لازم تبقى ملم بكل المجموعه المستنديه والمجموعه الدفتريه اللي جات لك داخل الباب الاول او الباب الثاني، واحنا مركز في الباب الايه الثاني. تمام. ويفضل طبعا ان هو يحل بعد كل باب، يعني دي نصيحه مثلا في اسئله طبعا في الكتاب في نهايه كل باب مجموعه من الاسئله. طبعا الكتاب كتاب الوزاره كتاب ممتاز بيتضمن مجموعه كبيره جدا من الاسئله. لو هو طبعا ودي اسئله منها على فكره، يعني في اجزاء كتير من الاسئله ديت من الكتاب، يا ريت الطلبه يرجعوا لاسئله الكتاب وربنا يوفقهم ان شاء الله، وان شاء الله يكون استفادوا ان شاء الله باذن الله من حلقه اليوم. شرح اكثر من رائع، ودكتور صلاح كان منورنا النهارده، والحقيقه اضفيت على الحلقه شكل جديد، واسئلتك وتطبيقاتك العمليه اكيد ان شاء الله يكون في استفاده منها. اشكرك مره ثانيه. شكرا لحضرتك دكتور رباب، والتوفيق لطلابنا الاعزاء ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. بنتمنى يا رب كل طلابنا يكونوا استفادوا جيدا من هذا اللقاء، وتقدمنا لماده المحاسبه الحكوميه، يا رب ان شاء الله يكون في تطبيقات عمليه واختبارات هم كمان بيقوموا بتطبيقها ما بعد مشاهدة هذا اللقاء وهذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، شكرا لكم.